ايه يا حبيبتي بتعملي ايه عندك؟ بسرح شعري يا ماما عشان يبقى شكلي حلو. انتي على طول حلوة يا حبيبتي. انتم بس اللي بتشوفوني شكلي حلو. نور ويوسف اخواتي دايما بيتنمروا عليا وبيقولوا لي ان انا شكلي وحش، مش عارفه ليه بيعاملوني كده. ما حدش بيعاملني حلو غير احمد اخويا الكبير، هو اللي بيحسسني دايما ان انا حلوه، على طول بيعمل لي كل حاجه نفسي فيها. لا يا حبيبتي، دول اخواتك وهم اكيد بيحبوك، يمكن بس عشان هم اصغر منك ومش عارفين يعبروا عن نفسهم، بس هم بيهزروا معاكي. انا هقول لهم انهم ما يهزروش معاكي كده تاني. يا بجد يا ماما، هو انتم رايحين فين؟ انا وماما رايحين نجيب حاجات من السوبر ماركت علشان البيت عايزها. تحبي يا حبيبتي اجيب لك حاجه معينه وانا جاي؟ ايوه عايزه شوكولاته. حاضر يا حبيبتي هجيب لك كل اللي نفسك فيه. خلي بالك على نفسك وعلى اخواتك، ولو احتجتي اي حاجه قولي لاحمد وهو هيتصل بينا. حاضر يا بابا. ايه يا مليكة فينك كل ده؟ كنت قاعدة فوق في اوضتي. طيب ايه رأيك نروح نلعب بلاي ستيشن تحت؟ بجد يلا بينا. انت عارف يا احمد انا بحبك اكتر واحد في اخواتي كلهم، عشان انت الوحيد اللي بتعاملني كويس وعلى طول بتلعب معايا وبتجيب لي كل حاجة انا نفسي فيها. وانا كمان بحبك قوي وبحب دايما اقعد معاكي. يلا ننزل. أحمد أنت اللي بتلعب مع الوحشة دي، ما تيجي تلعب معايا أنا ويوسف بنلعب الكورة. ما تقولوش كده على أختكم، دي أحلى واحدة فيكم أساسا. أنت بتقول كده بس عشان ما تحسسهاش هي قد إيه وحشة. بس ما تقلقش، هي أكيد عارفة إن هي وحشة. أوه ليه كده يا يوسف؟ اسكتي ما تنطقيش اسمي حتى طالع. اسمي وحش عشان انتي قلتي. احترموا نفسكم بدل ما هقول لبابا وماما. ومش هلعب معاكو تاني، انا هلعب مع مليكة وبس. لا يا احمد عشان خاطري تعالى العب معانا احنا. ايوه يا احمد عشان خاطري انا كمان. لا مش هلعب معاكم، ولو حد ضايق مليكة تاني انا هخصمه. يلا يا مليكة علشان نطلع نكمل لعب في اوضتي. خلاص يا مليكة بقى ما تعيطيش، انا جبت لك حقك منهم. انا نفسي اعرف هما ليه بيكرهوني كده، ما انا اكيد ما اخترت الشكل. لو كان بايدي كان نفسي يبقى شكلي حلو زيك او زي نور او زي يوسف. انا مش عارفه انا طالعه وحشه كده ليه. يا حبيبتي مفيش حاجة اسمها كده، انتي زي القمر وخلقة ربنا كلها حلوة. هما بس لسه صغيرين ومش عارفين اللي هما بيعملوا ده غلط. يا ريت كل الناس زيك يا احمد، كنت دايما هبقى مبسوطة، ما كانش حد هيتنمر عليا. انا حتى بقيت اتضايق لما حد يتنمر عليا في المدرسة عشان اخواتي اللي في بيتي بيتنمروا عليا، ما جاتش على الناس اللي برا. لا يا مليكة اوعي تقولي كده عن نفسك، لازم تعرفي دايما ان انتي حلوة، ما تخليش اي حد يهز ثقتك في نفسك. ربنا يخليك ليا يا احمد. ويخليك ليا يا حبيبتي، احسن اختي في الدنيا. ده بابا، انا هرد عليه. الو. ايوه يا بابا. مين معايا؟ انا ابن صاحب التليفون. بس انت مين؟ صاحب التليفون ومراته عملوا حادثة كبيرة جدا في المستشفى دلوقتي، هبعتلك عنوانها بسرعة. ايه ازاي ده حصل؟ تعال وانا هفهمك كل حاجة. في ايه يا احمد؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يا حبيبتي، خليكي في اوضتك ما تطلعيش، وانا هروح مشوار بسرعة وجاي. ماشي يا احمد. بابا وماما مالهم يا دكتور؟
الحادث كان كبير جدا، العربية بتاعتهم اتقلبت وفي أجزاء من الإزاز دخلت في مخهم، بس احنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه، ادعي لهم بس. يا رب يكونوا كويسين. ابني ومامتي مالهم يا احمد؟ في ايه اللي حصل؟ الإصابة خطيرة جدا وحالتهم خطيرة قوي. ما تقلقش هيكونوا كويسين ان شاء الله. هم فين اخواتك؟ سبتهم في البيت علشان ما يجوش معايا، ما كنتش عايز اعرفهم اي حاجة من اللي بتحصل دلوقتي. كويس جدا، احسن حاجة عملتها. البقاء لله، انا اسف، حاولنا نقدر نعمل اللي علينا بس للأسف حالتهم كانت خطيرة جدا وتوفوا. لا مش معقول، هعمل ايه من غيرك يا بابا؟ هعمل ايه من غيرك يا ماما؟ هعيش انا واخواتي ازاي؟ طيب هرجع لاخواتي وهقول لهم ايه؟ اهدى اهدى يا احمد، انت واخواتك هتعيشوا معايا، هتبقوا كويسين وربنا يصبرني على فراقهم. انا مش متخيل حياتي من غيرهم هتكون عاملة ازاي. كلنا يا ابني، بس ده قضاء ربنا، ربنا يرحمهم. كنت فين يا احمد وفين بابا وماما؟ تعالوا يا حبايبي، عايز اكلمكم في موضوع، بس وعدوني ان انتوا هتتقبلوا الكلام اللي هقوله عشان هو كلام صعب جدا. في ايه يا احمد؟ ما تخافوش، بابا وماما كويسين. بصراحة لما كانوا في طريقهم للسوبر ماركت عملوا حادثة كبيرة جدا وللأسف توفوا، واحنا دلوقتي ملناش حد غير بعض، لازم نقف سوا علشان نعدي الأزمة دي. يعني ايه؟ يعني خلاص مش هشوفهم تاني؟ ايوة يا حبيبتي، انا عارف قد ايه الموضوع صعب، بس لازم نقف سوا ونعدي الموقف ده، وانا معكم ومش هسيبكم ابدا. يعني ايه احنا هنعيش حياتنا ازاي دلوقتي ومع مين؟ معقول هنعيش حياتنا من غير بابا وماما؟ ايوة احنا هنعيش مع جد وهو هياخد باله مننا. انا عارف ان مفيش حاجة تعوض بابا وماما، بس ده الحل الوحيد اللي قصدنا. حبيبتي كلنا زعلانين، بس مفيش حاجة في ايدينا. يا احمد انا كده فقدت الناس الوحيدة اللي كانت بتحبني. انت عارف قد ايه جده بيكرهني وبيحب نور اكتر مني، ازاي بس هعيش معاه وهو بيكرهني؟ انا كده خلاص حياتي كلها اتدمرت. لا طبعا، محدش يقدر يدمر حياتك وانا موجود. انا عارف ان اسلوب جده مش احسن حاجة، بس انا على طول معاكي، مش هسيبك لوحدك مهما يحصل. ماشي يا احمد. يا ولاد انا جيت. ازيك يا جدو؟ الحمد لله يا حبيبتي. امال فين شنطتك؟ شنطتي اهي. كل الشنط اهي يا جدو. امال فين اختكم البشعه دي؟ لو سمحتي يا جدو ما تقولش كده عن اختي، هي بتتضايق لما بتسمع الكلام ده، وعلى فكرة هي مش بشعة ولا حاجة، بالعكس دي أحلى واحدة فينا أساسا. غالبا أحمد مش بيشوف كويس. أيوة طبعا، أنا مش عارف البنت دي طالعة وحشة كده ليه، ما بقيتش طايق أبص في وشها من كتر ما هي شكلها وحش جدا. عينيا بتوجعني بمجرد ما ببص ليها. مليكة ما تعيطيش يا حبيبتي، جدو بس بيهزر شوية. عادي يا احمد انا تعودت على الكلام ده. يلا يا حبيبتي علشان نروح نركب العربية.
ايه القرف ده؟ بقولك ايه، اقعدي في شنطة العربية عشان انا مش عايز اشوفك. ايه اللي بتقوله ده يا جدو؟ هي مليكة عملت ايه يعني؟ انا ما بحبهاش، بكرهها، مش عايز اشوفها. انا بصراحة بفكر اسيبها في ملجأ وما تجيش تعيش معانا. ليه كده يا جدو؟ انا عملت ايه لكل ده؟ انا كده ما بحبكيش، ما بحبش اشوفك اصلا. انا بفكر بصراحة اوديك الملجأ علشان اخلص منك. يا ريت يا جدو توديها، علشان بصراحة مش عارفة احمد بيحبها على ايه. بصراحة هي معاها حق، انا مش عارف انت زي اختنا اصلا. خلاص حسابكم معايا بعدين. وانت يا ملكة يا حبيبتي ما تخافيش، محدش يقدر يقرب لك ولا هتروحي في اي حتة، هتبقي على طول معايا. احمد انت اوضتك جنبي، ونور ويوسف اوضتهم الاتنين دول. طيب وانا يا جدو هنام فين؟ انت شايفة البيت، خلاص مفيش اوض تاني. هي ممكن تقعد مع نور في نفس الاوضة. لا بقى، انا مش عايزة البشعة دي تقعد معايا في نفس الاوضة، انا بكرهها ومش هستحمل اصحى على وشها كده كل يوم. ايوة نور عندها حق، هي ملهاش ذنب انها تصحى تشوف المنظر ده كل يوم. انت هتقعدي يا ملكة في البدروم. ازاي يعني هعيش في البدروم يا جدو؟ انا مش هعرف اعيش هناك. انا الكلمة اللي اقولها تتسمع وخلاص، انت فاهمة؟ بس خلاص يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هتصرف. اطلعي، انا اكيد مش هسيبك تقعدي في المكان ده. امال هروح فين يا احمد؟ انت سمعت جدو قال ما فيش مكان غير هنا. انت تيجي تقعدي في اوضتي وانا هروح اقعد مع يوسف في الاوضه بتاعته، كده كده فيها سريرين وهو اساسا هيحب ان انا اروح اقعد معاه. بس لو جدو عرف كده هيزعق. وهو مش هيعرف اساسا. انت ما تقوليش ان انت قاعده في الاوضه، ولما تصحي الصبح انزلي اقعدي في الصاله عادي، بس اكيد مش هسيبك تبقي في مكان مقرف زي ده. شكرا بجد يا احمد، انت الحاجه الوحيده اللي بتهوني على غياب بابا وماما. ربنا يرحمهم، انا وعدتهم قبل ما يموتوا ان انا هكون دايما معاكي وفي ظهرك، ومش هخلي اي حاجة وحشة تحصل لك، ولازم اكون قد الوعد ده. يلا يا مليكة قومي معايا. انتي يا بنتي، هو انتي بتعملي ايه هنا؟ بفطر وبتفرج على التلفزيون يا جدو. والله بتفطري وتتفرجي عادي على التلفزيون كده؟ انتي يا بنتي استأذنتي مني قبل ما تاخدي الاكل ده. لا انا ما استأذنتش، يعني انا اسفة بس انا ما كنتش اعرف انها لازم استأذن. لازم تستأذني على كل حاجة، انتي فاهمة؟ ودلوقتي سيب الاكل اللي في ايدك ده وخشي روقي اوضة نور، زمانها صحيت. طب ليه اروقها انا؟ ما تروقها هي. مش عايز اقول اي حاجه ليكي وتقولي لي لا، هتروقي اوضه نور ويوسف واحمد كمان، انت فاهمه؟ حاضر يا جدو. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا حبايب قلبي، يلا اقعدوا بقى علشان نفطر سوا. طيب افطر واطلع اروق. لا انت مش هتفطري معانا، انت هتفطري بعد ما تخلصي ترويق الاوض. انا سمعت الكلام اللي قالوا ليكي جدو، وانا اكيد مش هسيبك كل ده جعانه، انا جبتلك اكل.
شكرا يا احمد بجد، انا كنت جعانه جدا حتى ما لحقتش اكمل السندوتش اللي انا كنت عاملاه لنفسي. انا مش عارف جده بيعمل كده ليه بالظبط، تصرفاته غريبه جدا. لا عادي، انا تعودت اتعامل بوحش من كل الناس ما عدا انت وبابا وماما الله يرحمهم. الله يرحمهم يا حبيبتي، لو عوزتي اي حاجه انا موجود في اوضتي. جدو انا خلصت الاوض. طيب يلا روقي الصلاه دي كمان. بس انا عايزه اقعد اذاكر عشان عندي امتحانات بعد اسبوع. نظفي الاول وبعد كده بقى شوفي المذاكره. ياه اخيرا خلصت، اطلع بقى اوضه احمد عشان اذاكر. ايه ده، انا نمت كل ده وما لحقتش اذاكر. صباح الخير يا مليكة. صباح النور يا احمد، هو انا نايمه من امتى؟ انت نايمه من امبارح بالليل. انا كان نفسي اصحى قوي عشان اذاكر الامتحانات الاسبوع الجاي. ركزي طيب في مذاكرتك وسيبك من اي حاجة تانية. مش هقدر يا احمد، جده بيخليني اروق كل حاجة في البيت ولو شافني قاعدة مش بعمل حاجة بيزعقلي. انا بجد تعبت من اسلوب جده ده، هو مش عارف هو بيعمل كده ليه، هو مش عارف اعمل ايه معاه بالظبط. ما تعملش حاجة يا احمد، انت مالكش ذنب، دي مشكلتي انا وانا لازم احلها. الامتحانات بكره وانا ما ذاكرتش اي حاجه، انا بجد مش عارفه هدخل اعمل ايه، ربنا يستر. هيا يا مليكة، انتي مذاكره كويس؟ لا انا ما ذاكرتش اي حاجه. ليه كده يا بنتي؟ انتي عارفه من ساعه ما روحنا نعيش مع جد وهو على طول بيخليني اعمل كل حاجه في البيت، على عكس النور من دلعه مش بتعمل اي حاجه. طيب معلش خشي وحاولي تحلي اي حاجه وان شاء الله هتنجحي. يا رب بجد، انا مش عايزه ازعل احمد مني عشان انا اللي جبت درجات وحشه، هو هيزعل جدا. لا ان شاء الله تحلي كويس. انا مش عارفه احل اي حاجه. مليكة يا مليكة اصحي، انت نمتي ولا ايه؟ حاضر حاضر. الوقت خلص، هاتي الورق يا مليكة. هيا مليكة عملتي ايه؟ انا ما عرفتش احل اي حاجه، ما كتبتش غير اسمي، انا كده هسقط. معلش حاولي تحلي كويس لامتحان بكره وحاولي تخففي شويه من شغل البيت ده. فعلا انا لازم احاول بجد عشان انا كده هسقط. مليكة كويس ان انتي جيتي، تعالي بقى روقي الحمامات. ليه يا جدو، انا تعبانه جدا وعايزه انام، وكمان عندي امتحان بكره ما عنديش وقت خالص. خلي النور تعمل اي حاجه او سيبهم هنضفهم بعد ما اخلص مذاكره. انا كلمه واحده، خشي يلا على الحمام نضفيه، مش عايز كلام تاني. حاضر يا جدو. Thank you.
يا نهار اسود، ده فاضل ساعة للامتحان وانا ما لحقتش اذاكر اي حاجة. انا مش فاهمة اي حاجة ومش عارفة احل اي حاجة من الاسئلة دي. انا كده هسقط في الامتحان ده برضو. ازيك يا جودي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا مليكة، النتيجة طلعت بجد. طب انا عملت ايه؟ مش عارفة، خلي حد يروح المدرسة يجيبها لك. ماشي. درجات نورو مليكة ويوسف طلعت، انا هروح اجيبها النهاردة من المدرسة. لا خليك انت يا احمد، انا كده كده نازل النهاردة، هروح اجيبها وارجع لكم تاني. ماشي بس بسرعة يا جدو، انا عايز اعرف انا عملت ايه. اكيد ناجحة طبعا يا حبيبتي، طول عمرك شاطرة، علشان اللي هيسقط هيبقى ليه عقاب كبير قوي. سامعة يا مليكة؟ لا ان شاء الله مليكة هتجيب اعلى الدرجات فينا. اما نشوف. مالك يا مليكة؟ انا خايفة قوي يا احمد، انا محلتش كويس في الامتحانات وجده هيموتني. متخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله درجاتك هتبقى حلوة. جدو انا عملت ايه؟ نور ويوسف كالعادة جابوا درجات نهائية، اما مليكة الفاشلة سقطت. انا قلتلك انتي طول عمرك انسانة فاشلة، انا هعاقبك عقاب شديد قوي علشان تبقي تسقطي كويس. انت اصلا ملكش حق تعاقبها يا جدو، لان انت كنت بتخليها تنظف وتعمل كل حاجة في البيت، وما كانتش بتلحق تذاكر، هي عمرها ما سقطت واحنا في بيت بابا وماما. هو انت كمان بتتكلم معايا؟ محدش يتدخل احسن لكم، انت فاشلة تعالي معايا. انت هتفضلي هنا من غير اكل ولا مية لمدة 3 ايام، انا هعرف اعلمك الادب كويس يا فاشلة يا ساقطة. المكان ده برد جدا، انا خايف قوي. بابا وماما انتم فين؟ وحشتوني جدا، انا في بعدكم اتعذبت في حياتي. انا جعانه جدا، معقوله ما حدش هيجيب لي اكل؟ حتى احمد واخواتي، انا ما صعبتش على حد للدرجه دي. مليكة يا حبيبتي ما تخافيش، انا جنبك. احمد تعال انقذني من اللي انا فيه، انا مش عارفه اعيش هنا، المكان هنا برد جدا وضلمه، انا خايفه قوي وجعانه جدا كمان. انا بحاول ادور على المفتاح في كل حته بس مش لاقيه، هحاول الاقيه قريب علشان افتح لك، حتى احط لك اكل وميه. ما تخافيش انا بدور عليهم، ان شاء الله هلاقيهم. هارجوك يا احمد ما تسيبنيش، خليك قاعد معايا. ماشي يا حبيبتي ما تخافيش، انا هقعد معاكي. مليكة انا لازم امشي دلوقتي علشان جدو جه، هحاول اجيلك تاني. ماشي بس ارجوك يا احمد ما تتاخرش عليا. جدو هو احنا مش هندخل اكل المليكة؟ لا علشان هي بنت فاشلة كده هتموت، احنا ممكن ندخل لها اكل مية بس. لا يا احمد انا كلمتي واحدة، انت فاهم؟ مليكة مليكة انت كويسة؟ لا انا مش كويسة ابدا يا احمد، انا تعبانة جدا وبرد، انا وحاسة ان انا بموت. متخافيش يا حبيبتي، انا كل يوم بتكلم مع جدي وبحاول اقنعه اننا نفتح لك الباب، وكمان انا بدور على المفتاح بس هو مخبيه في حتة غريبة جدا مش عارف اوصل لها. ارجوك اعمل اي حاجة يا احمد، حاول تكسر الباب، انا حاسة ان انا هموت هنا لوحدي. الباب حديد حتى مش عارف افتح حتة صغيرة، امسكي نفسك وانا مش هسيبك اوعدك. ماشي يا احمد انا واثقة فيك. انا حاسه ان انا هموت.
يعني خلاص دي كده النهاية. أنا متفقة لأنه محدش حس بيا، ولا أخواتي ولا حتى جده، محدش خد باله أن أنا بقيتش موجودة معاهم. مليكة أنت اتظلمتي كتير، وعلشان كده دي مش نهايتك، أنت ليكي فرصة تانية. يعني كده المفروض خلاص أنا مت، والمفروض خلاص حكايتي كلها خلصت. لا لسه، أنت دخلتي في غيبوبة بس لسه مجاش معادك أن أنت تموتي. انت هترجعي للحياة تاني، وليكي فرصة ان انت ترجعي في الزمن قبل باباكي ومامتك ما يروحوا المشوار اللي ماتوا فيه، وحاولي انك تمنعيهم بكل الطرق ان هما ما يروحوش. يمكن حياتك تتغير للأحسن وما يحصلش ليكي زي ما حصل لك دلوقتي. ايوة انا فعلا محتاجة فرصة واحدة بس مش اكتر، وساعتها اصلح كل الحاجات الغلط اللي انا عملتها قبل كده. اهم حاجة ما ترجعيش لسجن جدك تاني مهما حصل، انت فاهمة؟ ايوة فاهمة. مليكة يا حبيبتي ايه ده، كل ده نوم؟ بابا ماما انتوا هنا بجد؟ يعني انتوا ما متوش؟ ايه الكلام اللي بتقولي ده يا مليكة؟ احنا كويسين الحمد لله. خير يا حبيبتي، انت شفتي كابوس ولا ايه؟ ها ايوه يا بابا كابوس، بس كابوس وحش جدا، اوعوا تسيبوني عشان خاطري مهما يحصل، اوعوا تسيبوني لوحدي. ما تخافيش يا حبيبتي، احنا على طول معاكي انا وباباكي، بس هنروح مشوار بسرعه ونيجي تاني. رايحين السوبر ماركت تجيبوا حاجات للبيت. ايوه فعلا، بس غريبة عرفتي منين؟ يعني احنا لسه ما قلناش. اوعى تروح عشان خاطري، اوعى تروحوا. في ايه يا حبيبتي؟ ما تخافيش احنا كويسين، وبعدين ده مشوار بسيط وهنرجع على طول. لا لا مصممين تروحوا، انا هاجي معاكم. ماشي يا حبيبتي، البسي وتعالي معانا، ما تخافيش كده كده احنا مش هنتأخر. لا هروح معاكم برضو. ماشي يا حبيبتي زي ما تحبي. بابا خلي بالك في عربية جاية ناحيتنا. بابا ماما فين؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، أخيراً فوقتي، أنت بقالك كتير قوي في غيبوبة. بابا ماما فين يا أحمد؟ وإيه اللي حصل في الحادثة؟ بابا وماما الله يرحمهم ماتوا، أنت الوحيدة اللي الدكاترة عرفوا ينقذوكي من الحادثة. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. يعني برضو بالرغم أن أنا حاولت أتدخل تاني برضو ماتوا، أنا مش مصدقة. أنت بتقولي إيه يا مليكة؟ ده قدرهم. ولا حاجة، هو احنا نروح إزاي من غيرهم؟ هنروح نعيش مع جده، بس لما تخرجي من المستشفى الأول وتكوني كويسة. تاني؟ مليكة انت دلوقتي كويسة، تقدري تروحي معنا، وعشان نستعد اننا نروح على بيت جده. ماشي يا احمد، بس انا بس ايه، مفيش وقت، يلا لازم نروح بيتنا علشان نلم هدومنا، عشان جده هيجي ياخدنا النهاردة بالليل من قدام البيت. ماشي. حضرتي هدومك يا مليكة؟ عشان المفروض نمشي بعد ساعتين. أحمد أنا عايزة أكلمك في موضوع مهم جدا، أنا مش عايزة أروح لبيت جده. ليه بس كده يا مليكة؟ ده هو الوحيد اللي فاضل لنا بعد بابا وماما. أنت عارف إن هو مش بيحبني، وأنا متأكدة لو روحت بيته أنا هموت. ما تكبريش الموضوع، مش هيحصل حاجة. لا هيحصل، أنا متأكدة، عشان خاطري خليك معايا يا أحمد. هو أنت عايزة تعملي إيه بالظبط يا مليكة؟ يوسف ونور هيروحوا سوا مع جدو، كده كده هو بيحبهم قوي، اما انا وانت هنفضل قاعدين هنا في البيت سوا ونعيش هنا، وهتبقى حميتني من جدو، انت عارف هو قد ايه بيكرهني. انا عارف فعلا ان هو مش بيحبك، بس يعني مش لدرجة ان احنا نهرب منه. عشان خاطري يا احمد ارجوك، انا لو روحت هناك فعلا هموت، ارجوك انقذني منه. طيب ماشي، بس ازاي يعني؟ احنا هنقول لجدو لما يجي ياخدنا ان احنا لسه نلقى حاجات في البيت، وهنخلي نور ويوسف هما اللي يروحوا معاه، ونفضل قاعدين هنا ولا كلمنا تاني نتهرب منه بأي طريقة. أهم حاجة ان انت تخليك معايا وما تروحش معاهم، عشان انا مش عارفة هعمل أي حاجة من غيرك. حاضر حاضر يا مليكة.
يلا يا ولاد عشان اخدكم لبيتي. يلا بينا يا جدو. معقولة أحمد اتخلى عني وراح معاهم؟ حتى الإنسان الوحيد اللي أنا كنت فاكرة إن هو بيحبني، بس هو اختار جدو نورو يوسف عني. هعمل إيه دلوقتي؟ إزاي هعيش لوحدي؟ أنا أحمد يا مليكة، عايزة أقولك على حاجة. أنا ما بعتكيش زي ما أنت فاكرة، أنا عملت كده عشان أحميكي. أنت ممكن دلوقتي ما تكونيش فاهمة كلامي، بس أنا هشرح لك كل حاجة في الوقت المناسب وهفهمك كل حاجة بعدين. هتلاقي فلوس وأكل كتير أنا جايبه ليكي، وكل يومين هبعتلك أكل جديد، بس مش هقدر أجيب نفسي. طمنيني عليكي بالتليفون على طول، وأوعي تزعلي مني عشان خاطري. انا عمري ما زعل منك، انا مش عارفه انت ليه عملت كده، بس انا متاكده ان انت ما كنتش هتاذيني باي طريقه، بس انا دلوقتي مش عارفه ازاي هعيش لوحدي. وحشتوني جدا، انا من بعدكم اتبهدلت قوي، سبتوني ليه بس؟ مفيش اكل، ولسه احمد ما بعتليش اكل بقاله كتير. انا لازم انزل السوبر ماركت واجيب اكل لنفسي، عشان كده هموت من قلة الأكل. ملكة، انت ايه اللي خرجك من الملجأ اللي انا بعتك ليه؟ هو انت بتتكلم على ايه؟ وملجأ ايه ده؟ ايوه هي كانت في الملجأ، بس النهاردة خرجوهم. تعالي يا ملكة، انا لازم ارجعك الملجأ تاني. احمد وحشتني قوي، انت ليه عملت معايا كده؟ وملجأ ايه ده اللي انت تتكلم عليه مع جدو؟ انا مش فاهمه اي حاجه. استني يا ملكة، هشرح لك كل حاجه، بس مش دلوقتي، اول ما نوصل البيت. ماشي. هاي احمد، تقدر تفهمني كل حاجه دلوقتي؟ ماشي يا مليكة، انت دايما كنت تسألي نفسك هو انت ليه مش شبهنا، وليه انت الوحيدة اللي فينا شكلك مختلف؟ ايوة دي حقيقة، انا الوحيدة اللي شكلي مختلف عنك انت ونور ويوسف، عشان للأسف انت مش اختنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعت كده، انا بعد بابا وماما ما خلفوني قعدوا كتير قوي مش بيخلفوا، عشان كده أخدوا قرار إن هما يتبنوا بنت من الملجأ، بس كانوا عايزين يتبنوها صغيرة، عشان كانوا مش عايزين حد يعرف إن هي مش بنتهم. الكل كان مرحب بالفكرة دي ما عدا جدو، كان متضايق جدا ورافض للموضوع. واليوم اللي اختاروكي من الملجأ وجابوكي البيت، قال ساعتها انتوا برضو نفذتوا اللي في دماغكوا وعصيتوا أوامري. أنا كلمتي واحدة، البنت دي مش حفيدتي، أحمد بس هو اللي حفيدي. ساعتها ماما قالت يا عمو بس افهم، إحنا عايزين حد يبقى مع أحمد، مش هينفع يكبر كده، وإنت عارف إني أنا كان من زمان نفسي أخلف بنت. إيه المشكلة لما نحبها ونعتبرها جزء مننا؟ دي بنت صغيرة ملهاش ذنب في أي حاجة. جدو قال لأ، عمرها ما هتبقى مننا، دي حتى مش شبهنا، أنا مش هعترف بيها. مشي جدو هو زعلان، وساعتها قال بابا ما تزعليش يا حبيبتي، هو اكيد مع الوقت هيتعود ويتقبل الفكره. ماما قالت له انا مش زعلانه، انا فرحانه بيها جدا. بابا قال لها طيب هنسميها ايه؟ ماما قالت هنسميها مليكة، من زمان كان نفسي اخلف بنت واسميها الاسم ده. وفعلا بابا وماما حبوكي قوي، كانوا بيدلعوكي اكتر مني كمان، بس انا عمري ما غيرت منك، بالعكس كنت بحس دايما ان انتي اختي الصغيره وبنتي، وكنت مدرك ان هما اساسا عملوا كده عشاني، عشان ما بقاش لوحدي، عشان كده انا كنت بحبك جدا. لغايه لما في يوم عرفنا ان ماما حامل، ساعتها جدو فرح جدا وقال اخيرا هيبقى عندي حفيد او حفيده تانيين، بس يبقوا احفادي فعلا. وقال لبابا وماما خلاص كده مليكة ملهاش اي لازمه. بابا قال له هو انت تقصد ايه؟ جدي قال له ان انتوا ترجعوا البنت دي الملجأ تاني،
ماما ساعتها قالت لا محدش هياخد ملكة مني ابدا، وانا كمان قعدت اعيط واقول لا ادي اختي هتفضل معايا على طول. جده زعق لي وقال لي اخرس يا ولد انت مش عارف حاجة، دي ما نعرفش اصلها ولازم ترجع تاني مكان ما جبناها. ماما قالت لا يا عمو اديك شايف احمد بيحبها ازاي واحنا كمان بنحبها جدا، وانا مستحيل افرقهم عن بعض، غير كده البنت خلاص كبرت وعرفت اننا مامتها وهو باباها واتعلقت بينا، مش هينفع ارجعها تاني بعد ما ربنا كرمنا وبقيت حامل، ممكن ربنا ياخد الطفلة او الطفلة اللي جايين دول في لحظة، ما ينفعش نعمل كده. جده قال طول ما الطفلة دي موجودة معاكم انا هفضل اعمل اي حاجة عشان ابعدكم عن بعض. وفعلا ساعتها ماما خلفت توأم يوسف ونور، بس للأسف ساعتها جده زرع في دماغهم فكرة ان انتي وحشة ولازم يكرهوكي ويتنمروا عليكي، عشان كده يوسف ونور دايما بيعاملوكي معاملة وحشة. جده ما قالهمش ان انتي مش اختهم الحقيقي، لكن كنا متفقين ان ده سر ما بيننا ودي الحاجة الوحيدة اللي جده احترمها، بس يمكن كمان مش عشاننا بس عشان هو عارف انه يوسف ونور اطفال وممكن يقولوا الكلام ده لأي حد، وده من وجهة نظره يعني هيسوق سمعتنا. يعني معقولة بعد كل ده احنا نطلع مش اخوات ازاي؟ يعني انا مش مدركة الموضوع. انا عارف ان الموضوع صعب جدا عليك ان انت تفهمي، بس هي دي الحقيقة. طب موضوع الملجأ اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليه ده ايه؟ بعد ماما وبابا ما ماتوا وانت كنت في الغيبوبة جده قال ان هو هياخدنا، وطبعا ده واقعي لان هو الوصي علينا، بس هو كان شارط ان انتي ما تبقيش معانا، عشان كده كان عايز يوديك الملجأ اللي كنا جايبينك منه، بس الملجأ ده صعب جدا والمكان هناك وحش قوي وانا مستحيل ارضى اخليكي تعيشي فيه، عشان كده فهمت جده ان انا هوديك الملجأ ومشيت معاه من البيت وسبت لك الرساله، وهو ما ينفعش يعرف ان انتي مش في الملجأ لان هو لو عرف هيوديك الملجأ غصب عنك. على قد ما الموضوع صدمني على قد ما اخيرا عرفت ليه كل الناس بتعاملني كده، بس والله انا مالي الذنب في كل ده، انا اكتر واحده اتظلمت في القصه دي وانا عارفه انا هعمل ايه كويس. هتعملي ايه يا مليكة؟ انا هرجع المكان اللي انا جيت منه. قصدك ايه؟ هرجع الملجأ. بعد كل اللي انا عملته ده عشان ما وديكيش المكان ده انت هتروحي برجلك؟ مش معقول انا مش هسمح لك بده. لا ده المكان الوحيد اللي انا ممكن اقدر ارتاح فيه، وممكن الناس اللي هناك يعاملوني كويس، انا مش اقدر اعيش حياتي كده. اه لو رحتك يا مليكة، بس ينفع اجي ازورك كل فترة؟ اكيد يا احمد، على فكرة انا مش متضايقة منك خالص، انت الوحيد اللي كنت بتعاملني حلو وسطهم بعد بابا وماما، وانا عارفة ان انا ما ينفعش اجي اعيش مع جده لاني لو كنت روحت عشت معاك كنت هموت. انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه، بس احنا فعلا كنا هناخدك نروح هناك وبعد فتره نوديك الملجأ، بس لما قلت لي على الخطه بتاعتك حسيت ان هي هتبقى فكره احسن بدل ما نبقى على طول قصاد جده ويعرف ان انا ما وديتكيش هناك. خلاص دلوقتي جه وقت ان كل حاجه ترجع لطبيعتها. مبسوطة معانا يا مليكة، أنا لسه فاكراكي من أيام ما كنت صغيرة، الأيام عدت بسرعة. أيوة مبسوطة قوي هنا، كل الناس بيلعبوا معايا وبيحبوني ومش بيتكبروا عليا ولا بيشوفوا أن أنا أقل منهم، وعلى الأقل هنا مش هتعذب زي ما كنت متعذب في الجراج. مليكة يا حبيبتي بتتكلمي عن إيه؟ لا مفيش حاجة، المهم يعني أنا مبسوطة هنا قوي. الحمد لله. طيب في ناس عايزين يشوفوكي، غيري هدومك وتعالي عشان تعرفي هم مين. وحشتيني قوي، انا اسفه على كل حاجه انا كنت بعملها معاكي. وانا كمان يا مليكة اسف جدا، احمد قعد معانا وحكى لينا كل حاجه، ومن ساعتها واحنا مش قادرين نسامح نفسنا ولا نسامح جده على الكره اللي زرعه فينا. ولا يهمكم، رغم كل اللي عملتوه معايا انا عمري ما كرهتكم، بالعكس ولسه شايفاكم اخواتي. بالمناسبه يا مليكه جده سافر. سافر راح فين؟ شغل، ممكن يقعد سنتين واحنا ما سافرناش معاه عشان الدراسه. ايه رايك ترجعي وتعيشي معانا تاني من الاول؟ احنا اخوات وهنفضل اخوات على طول. بس معلش يا احمد انا فعلا مبسوطه هنا، مش عايزه اغير المكان اللي انا اتعودت عليه.
للدرجة دي بقيتي بتكرهينا؟ على الأقل انتي عشتي معانا سنين كتيرة قوي، ممكن نعيش نرجع مع بعض تاني زي زمان كان بابا وماما لسه معانا. لا ده مكاني ما كانش ينفع اخرج منه من الاول، كانت غلطة كبيرة وكان لازم ارجع له تاني. وانا من اول ما جيت هنا وانا حياتي كلها بقت احسن وهستناكم تزوروني، بس انا عمري ما هرجع على حياتي القديمة اللي انا مت فيها قبل كده. هو ايه موضوع الموت في حياتك القديمة اللي على طول بتتكلمي عنه؟ انا مش فاهم حاجة. انا مش عارفة ده كان حلم ولا حقيقة، بس انا فعلا جيت وعشت في بيت جد ومت بسببه، ومحدش فيكم لحقني ولا افتكرني، فانا عارفة ان هنا المكان ده احسن ليا. ده اكيد تخاريف شفتيها في الغيبوبة او تهيؤات. انا مش عارفة الموضوع ده كان ايه بالظبط، بس كلنا عارفة ان ما ينفعش اخرج من الملجأ ده. على راحتك يا مليكة، بس ممكن نزورك كل فترة. اكيد طبعا، وانا كمان هزوركم، هتوحشيني قوي يا مليكة. وانتي كمان.